افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة جميل بن محمد علي حميدان وبحضور وزيرة الصحة سعادة فائقة بن سعيد الصالح معرض التوظيف في القطاع الطبي، حيث يستهدف المعرض المتخصص فئة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات التي تتوافق مع احتياجات المؤسسات والمراكز الطبية. سلسلة من المعارض لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية واصلت طريقها نحو إيجاد الوظيفة المثلى للمواطن البحريني بما يتناسب مع مؤهلاته واختصار الوقت عليه في رحلة البحث عن عمل. معرض التوظيف في القطاع الصحي يطل مقدما وظائف شاغرة تتلائم مع احتياجات المؤسسات والمراكز الطبية في القطاع الصحي. إن من أهم وسائل تنشيط التوظيف وإدماج المواطنين في سوق العمل هي المعارض والمعارض القطاعية والنوعية بشكل خاص. جربنا هذه المعارض وجدنا بأنها فعلا من أكثر الوسائل فعالية في التوظيف. هذا المعرض اليوم يختص بالتوظيف في المجال الطبي والصحي. كثير من الناس في مختلف الوظائف الصحية والطبية بالتعاون مع وزارة الصحة اليوم من راح نقدم لهم أكثر من 800 وظيفة. يعني التغلب على البطالة والاستعداد لاستقبال الأفواج الجديدة التي تتخرج من الجامعات والمدارس تقتضي أن تكون لنا مبادرات مستمرة لاستيعاب هؤلاء وإدماجهم في سوق العمل. يشارك في المعرض 41 منشأة من مراكز ومستشفيات ومؤسسات طبية عاملة في القطاع الخاص، حيث تعرض إلى جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 800 فرصة توظيفية موجهة للباحثين عن عمل من خريجي المعاهد والكليات الطبية وخريجي الثانوية العامة لشغل الوظائف الفنية والإدارية في المؤسسات الطبية. طبعا وجود هذه الأعداد من المؤسسات الصحية الخاصة هي اللي تعتبر داعم وشريك أيضا مع الحكومة في توفير مثل هذه الوظائف، لأن خاصة التوجه الآن هو تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار، وخاصة في أن يكون عندنا إحنا السياحة العلاجية المستقبلية التي لا تعتمد فقط على الحكومة ولكن تعتمد أيضا على القطاع الخاص. خلق فرص التوظيف في مختلف التخصصات والقطاعات الإنتاجية هو ما تستثمره الوزارة في زيادة وتيرة توظيف المواطنين بمنشآت القطاع الخاص ليكون المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف من خلال توفير العديد من الحوافز المشجعة والمحفزة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حد سواء. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.